الموجز من كاب 24، أهلا بكم. بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منن قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1,800,000 شخص. ومنذ ساعات الصباح الأولى شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منن لرمي 7 حصوات على مجسم يجسد غواية الشيطان. وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته سلطات سعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية. أصدرت جماعة طنجة قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف شوارع وأزقة المدينة، وذلك وفق بلاغ أصدره رئيس المجلس الجمعي لطنجة أمس الثلاثاء. وقالت الجماعة في بلاغ لها إنه يمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة، وتخصص بصفة مؤقتة بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة بعض الأماكن للشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. توفيت في الساعات الأولى من صباحي اليوم الأربعاء الوزيرة السابقة والقيادية عن حزب العدالة والتنمية سمية بن خلدون. وانتقلت الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى رحمة ربها بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونعى عدد من القادة السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء حزب العدالة والتنمية رحيل سمية بن خلدون، معبرين عن أحر تعازيهم لزوجها القيادي الحبيب شوباني وعائلتها الصغيرة والكبيرة. شهدت ضواحي غرب باريس الليلة الماضية مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي بزعم أنه كان يقود سيارة ورفض الامتثال لنقطة تفتيش مرورية أمس الثلاثاء. في غضون ذلك بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في حيثية الحادث وأودع الشرطي الحبس الاحتياطي. هذا وتوالت تصريحات المسؤولين التي تدعو إلى التهدئة وفي مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون. من جانبه أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان كليان مبابي عن غضبه من مقتل المراهق، وكتب مبابي عبر حسابه في موقع تويتر: إني أتألم من أجل فرنسا، وضع غير مقبول. نهاية الموجز، أعدكم وبركون سعيد، إلى اللقاء.